الساعة بقيت سهران. قوم ما فيك تضلك نايم، صارت 7:30 رح تتأخر على شغلك. مشغول. فإذا قوم. ما بقدر، مشغول. مشغول بتختك؟ شو عندك؟ اجتماع. شو هيدا؟ شو عم بيصير؟ فوت غسل والبوس. كيفك ماما؟ كل الليل موجوعة، ما خلتني نام. حل عن البنت. شو حسيتي؟ ما شي بخوف. شي بقلق. اللي قال عنه الحكيم مش أكتر. بديك شي؟ انتبهي على حالك. باي. أنا بدي شي. اليوم عازم شخص مهم. لازم غديه بمطعم محترم. شخص إذا ضبط مشروعي معه رح يشيلكم من هالجورة. رح نرجع لمستوانا. إنه مش ناوي تدبر وظيفة مثل كل الناس؟ معاش محدود ما بودي لمطرح. بوفر علي على القليلة مصاريف مشاريعك الكبيرة. $100. دبر وظيفة. تقريباً شو صاير اليوم؟ مسيو سليم بعت ورا الكلب. عم اكتبه؟ على الكونفرنس. شو يعني؟ هلا منفهم. تعي. معقول؟ شوباني قبل الضو؟ ومعقول شركتنا تاخد مشروع المجمع الوزاري؟ مشروع ما كنا نحلم فيه، طلع من نصيبنا. اعتبارا من يوم التنين ما حدا منا رح يقدر ياخذ نفس، وبكره الويك اند. نصيحتي لكم بلشوا الويك اند من اليوم. استأذن منه يوم فينا نروح وين ما بدنا. مش كل يوم سهلنا نفتح. صدقت كيف طلعت لنا هالفرصه. ما بدك حبيبتي، مش ناوي روح حتى انت نقل المطرح. ما نقدر نضيع الوقت. ما حبش من بدنا نروح. اوكي رح امر فيك تقول رح تقبل زبون او رح تقبل حدا ممكن يسوي كلهم دول. شو كثير بالغريب طلع عمرك ما تبقى تعمل مش فلوس. ماما أكيد ما عم يوجعك شي؟ فيني أقضي نهاري مطمنة يعني؟ أوكي باي. شو؟ لوين بتحب وصلك؟ ما لو مطرح عبالي أطلع بسيرفيس أفلت بهالدني. ما شوف أربع حيطان، يوم واحد بس ما يشبه غير أيام. بتحبي وصلك لمطرح؟ لا ميرسي. هيئتك تعبان والطريق هون كله طلوع. في ارجع انزل. عم بمشي تأمشي. Thank you.
عرف الأرض بيطلع فيها كل هالخيرات كنت اشتريتها أغلى بكتير. ما كنت عارفة إني بأملاك خاصة. أهلا وسهلا فيكي. بعتذر. المنظر حلو كتير. في أحلى. تفضلي. مش عارف كيف عمر بيتي طلع هالحلا كله. شو ناقصك؟ فكرة. فكرة لعمر البيت بدون ما أخسر ولا شجرة. تينا منعم، شو بتشتغل؟ بالمحاسبة بشركة مفروشات مكتبية. وعزيز فضول بكتب وبعلم. وين؟ كل سنة بجامعة. ما ببقى سنتين بفرد جامعة أو بذات البلد. بتسافر؟ عطول. والأرض؟ يوما ما رح عوزها. بسافر قريباً؟ بعد بكرة راجع سنت الجاي تبلش بالعمار. والأهل؟ مغتربين. خي الصغير فادي طلع رغبان بتجي.